هناك روايات تتكلم عن كيفية انتقال طارق بن زياد بجيشه هذا إلى الأندلس، ولعلها تفصيلات بإمكان أبناء الطلاب أن يقرؤوها في المراجع التي سوف أتكلم عنها في أو أوزعها فيما بعد. لكن طارق بن زياد اكتمل له انتقال الجيش سنة 92 من الهجرة في رمضان من ذلك العام. كانت الفكرة عند طارق بن زياد أن يسير بهذا الجيش رأسا إلى جوف الأندلس إلى طليطلة، لأن الدخول للعاصمة بالنسبة للجيش الفاتح هو انتصار ليس فقط عسكريا ولكنه معنوي. هذه كانت فكرة طارق بن زياد. طارق بن زياد لو معلومة هامشية عنه لم نسمع به قائدا للجيوش قبل ذلك، وحتى المعلومات المتوافرة عنه ليس بالقدر الذي يرضي نهمنا لكي نعرف من هو هذا الرجل الذي فجأة ظهر كنائب لموسى بن نصير في منطقة المغرب. لعل هذه هي التي جعلت طارق بن زياد يفكر في هذه القضية. ولكن إذا كنا نقول عن موسى بأنه رجل غير أناني، طارق بن زياد أيضا رجلا لا يحب أن يتسلط في قراراته. آخرون الذين يعرفون بالأندلس، هناك صاحبنا يوليان التي بسبب ابنته دخل المسلمون إلى الأندلس، ومعلومة بس تعريفية بيوليان، ويوليان هو حاكم ولاية سبتة في المغرب الحالية. كان هذا الرجل ليس حبا في العرب ولا حبا في الإسلام، ولكنه رأى أن المسلمين فتحوا طنجة وفتحوا مليلة، أي أنهم أطبقوا على مملكته، فبالتالي مسألة دخول المسلمين لمملكة السبتة مملكة يوليان هي مسألة وقت فقط، فبالتالي حاول أن يتكسب المسلمين على مبدأ اللي تغلبوا العبوا، فبالتالي حول أنظارهم إلى الأندلس. ليس هناك قضية مسألة عرض وشرف، هذه ممكن نخصص لها محاضرات. فإذن طارق بن زياد الآن حينما قالوا له الأفضل يا طارق أنك تبقى في الجنوب، لماذا؟ لأنك سوف تنهك نفسك بالذهاب إلى طليطلة وهي في عمق الأندلس في الشمال تقريبا، أسماها العرب عاصمة الثغر الأدنى، وهي عاصمة الأندلس قبل دخول المسلمين. استمع طارق بن زياد لهذه النصائح واتخذ مركزه في أرض سهلية إلى الشمال الغربي من مدينة إشبيلية في الوقت الحاضر.
وهي تمتد إلى عبر النهر الكبير إلى الجنوب أيضا، تسمى منطقة الشزونة. هناك عسكرة طارق بن زياد، فإذا من أصبح الذي يدور بجيشه في إسبانيا؟ هو لودريك، سمع بأن غزاة دخلوا إلى أرضه، ترك حصاره في الشمال، عاد إلى طليطلة، وهناك انتظر ولم يأتي الفاتحون، فحينها عرف أن المسلمين قد اتخذوا مواقعهم في الشمال. فإذا لوذريق رودريغوس ملك إسبانيا هو الذي كان عليه أن يصعد جبالا وينزل أودية، ويصعد شمالا وينزل أودية، إلى أن يصل إلى حيث كان المسلمون. دارت معركة، أنا أأتي لهذه التفصيلات بشيء من الاختصار وأرجو أن لا يكون مخلا. دارت معركة لو قرأنا عنها في المصادر التاريخية لتبين لنا أنها معركة يوم واحد، بدأت فجرا وانتهت عصرا، لكن أهل التاريخ يوصفون بأنهم أهل مشاكسة، وهذه صفة حميدة في علم التاريخ. لماذا؟ لأنني لو أستسلم إلى ما قاله ابن حيان وابن خلدون وابن فلان، لن أضيف شيئا لهذا التاريخ. ولكن إذا مجرد شاكست قليلا وقلت أن جيش المسلمين كان 5000 أولا، وأمدهم موسى 2000، هذول 7000. وجيش لوذريق، دائما تتكلم عن المصادر التاريخية بأنهم يفوقون 100,000. رقم 100,000 في المصادر التاريخية العربية كناية على كبر العدد، ولا هم قد يكونوا 80 أو 50 حتى 40 حتى 30. ليس هناك من عدهم عدا لكي نعرف، لكنه جيش كبير، فلنقل بمجموعهم 50,000. السؤال الذي أثاره هؤلاء المؤرخون المشاغبون هو: كيف يمكن لجيش قوامه ذاك العدد الكبير أن يفصل المعركة في يوم واحد؟ مجرد التساؤل، والتاريخ يحتاج إلى التساؤل، إلى السببية. هذه بدأت توضح لنا أشياء كانت أمامنا ولم نلتفت إليها. المعركة هذه تأتي إلينا بستة أسماء مختلفة. عندنا معركة شزونة، معركة الساقية، معركة وادي البرباط، معركة شريش، وهكذا ستة أسماء. الآن الفرضية الجديدة لهذه إن المعركة هي ليست معركة يوم واحد، ولكنها معركة ستة أيام. معقولة التفسير، لكن في خلال الستة أيام هذه بدأت وتنتقل المعركة من الصباح كما قيل إلى أن يتعب القوم أو يحل عليهم الظلام، يتفرقون ويجتمعون في يوم آخر في موقع آخر.
الستة أيام هذا أظهرت تصميم الجيش الفاتح على الفتح. أنا أقول الكلام هذا في مقابل الجيش الذي يدافع عن الأندلس. من هم؟ هؤلاء القوط. القوط هؤلاء قبائل جرمانية هاجرت من شرق القارة الأوروبية إلى أن استقر فريق القوط الغربي منها في إسبانيا. في النظام القبلي ليس هناك ملك، هناك شيخ قبيلة، ولكن أيضا القبيلة لها شيوخ آخرين. فإذا هذا التآلف أعطى للملك القوطي حق فقط بأنه لا يتمكن من التدخل في شؤون الآخرين من شيوخ القوط أو زعماء القبائل القوطية أو الدون كما يسمى. ولكن متى ما تعرضت الأندلس إلى خطر خارجي فعليه أن يعلن النفير لكي يأتي هؤلاء ويقفوا معه. الآن في هذه المعركة ماذا حصل؟ الذي حصل أن بوادر الهزيمة بدأت تلوح أمام القوط المدافع عن الأندلس. هناك احتمالات أن هؤلاء الأفراد بدأوا يتخلون عن المعركة ويعود كل واحد منهم إلى مدينته، لأنه يعرف أن الجيش الفاتح بعد هذا الانتصار سوف يصل إلى أسوار مدينته، فهو حريص على مدينته منطقة حكمه أكثر مما هو حريص على أن يقف مع لوزريق لكي يحقق الانتصار الجماعي الكبير. حتى لوزريق في أواخر الأيام هرب من أرض المعركة، وتبين فيما بعد أنه قتل في كمين في بطليوس، وكانت المصادر الأولى قالت عنه أنه غرق في نهر البرباط، لأنهم وجدوا فردة حذاء مرصعة بالجواهر وقالوا لا بد وأنها هذه تعود إلى ملك القوط. إذن سواء معركة يوم واحد ستة أيام انفرط عقد القوط في الأندلس. إذن ما قلناه اليوم هو تمهيد. فتحنا باب الأندلس ودخلنا مع الجيش الفاتح إلى المنطقة التي كان الجيش الفاتحي الذي فتح مصر إفريقية المغرب الأوسط والمغرب الأقصى قد قرر أن يدخل إليها. وسرنا مع جيش طارق بن زياد، ولعل في لقائنا القادم بإذن الله تعالى نعاود الكرة مرة أخرى وندخل مع جيش موسى ابن نصير. وأنا حقيقة كخاتمة لما أريد أن أقول اليوم أن بالنسبة لي هذه المراحل مهمة، لأنها هي أساس الأندلس. متى ما عرفنا الأساس، عرفنا الإيجابيات منها والتي تركت آثارها إلى الأندلسي إلى ما بعد ذلك لثمانية قرون، وإذا استطعنا أن نكتشف سلبيات أيضا نستطيع أن نذكر أنفسنا. تذكرون ماذا حصل من أيام الفتح؟ فإذن هذه المرحلة سوف
أقف عندها بشيء من التفصيل، ثم بعد ذلك يكون تناولنا للتاريخ الأندلسي مع دخول عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الذي نعرفه بالداخل، هذا يكون له شأن آخر إن شاء الله.